السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نديكم إلى نقطة معينة ونعطيكم معلومة معينة. في فرنسا كاين لي زيكسيرمينيت وهضرنا عليهم، وكاين وثائق اللي يخليوك توصل لي زيكسيرمينيت، مثلا لي كوري دو بروكيرور، لي كوري دو غريفي، لي كوري تاع سكون ابل لو جوج الى غير ذلك. وكاين ايضا كتب مثلا لي ليفر دادميسيون اللي نعدتهم في العدد السابق، ولكن كاين ايضا قوائم قلهم ليست دي ناتوراليزاسيون لا ناتوراليزاسيون دي زانديجين لوا دو 4 فيفري 1919. يلا تشوفوهم معايا، مثلا نعطيكم مثل بتشوفوا هذه القائمه ونعاودوا نكملوا الحديث. دونك هذه هي القوائم اللي رانا نتحدث عليهم. نكبروا لاباج باش نقدروا نشوفوا. فوالا ناتوراليزاسيون دي زانديجين لوا 4 فيفري 1919، يعني الناس مجنسين عن طريق حكم تجنس. هذه قائمه واحده. بو انا جبت فانتين باش تشوفوها، مي كاين دي ميليي. دونك فوالا لا سويت تاعها، هذه سي لا سويت. فوالا شوفوها بعقلكم، هذه سي لا سويت اوسي، سي لا تروزيام باج. هذه سي لا كاتريام باج. راكم شوفوا هذه سي لا سانكيام باج. دونك فوالا شوف الاعداد هنا وين لحقنا. دونك هذه سي نوتر باج، ومشي سهلة باش تقراوهم على كل حال، سي با فاسيل. هذه سي نوتر باج اوسي. هذو الناس اللي داروا على كل حال، كاين الاف منهم لازم تقراهم باج بار باج، ماشي قال وحده وحده، لازم تقراو صح حقيقه، باسكو سا سا ايتي كري كيما راكم تشوفوا بلون سان كريتور. دونك سي با سي فاسيل باه توصل تلقاهم، ولكن لازم تعمقوا في هذه لي باج. نتوما راكم تحوسوا لي على الدوكري، وتحوسوا لي على المرسوم، وتحوسوا لي على كما يقولوا على الاكسري دي مينوت، ولكن راكم استبعدتوا هذه القوائم. اون ريشيرش ابروفوندي سي اترافير لي ليست. هادو هادي سي ليست، نروحو نشوفو نوتر ليست. فوالا هادي كان 1938، فوالا هادي 1932. هادو سي دي ليفر، دي ليفر محطوط كتابات مكتوبين شغل دي ليفر، مي مكتوب باليد. هادي 1940 41، هادي 1942 43، كاع قوائم. هذه 1938، هذو 1939، اي انسي سويت. يانا بوكو دو ليست، مي لازم تبعوهم، ماشي برك تحوسوا لي على الدوكري ولا جوجمون ولا اكسري دي مينوت. كاين هذو الامور سي امبورتون، سا سكون ابل اون ريشيرش ابروفوندي. تحوس على قوائم لي ليست، تحوس على كلش، ماشي تجيو تقولوا لي رانا درنا اون ريشيرش وما لقيناش. نتوما رحتوا لبيير فيت درتوا تروا روشيش، ورحتوا لمارسي طليتوا هكذا، ولي زاجون قالوا لكم ما كانش وما لقيناش، خلاص تجيو تقولوا لي ما كانش. واول مره راكم سمعتوا بلا ليست هذه، سواء كنتم كمتتبعين كشعب، سواء كنتم كراكم تدعوا انكم باحثين وتعرفوا ديروا لي روشيش. الناس هاي اللي كيف الناس يديروا دي روشيش، لا حبيتوا فريمون تخدموا ترافاي بروفيسيونيل. فوالا دونك راكم شفتوا القوائم هذو، وكاين فيهم الالاف من الناس. دونك نتوما اذا كانوا وصلتوا ودرتوا لا ريشيرش في القوائم هذو، هنا تقدروا تقولوا بلي درنا لا ريشيرش ما لقيناش. ولكن اذا كان القوائم هذو ما قدرتوش توصلوا ليهم، وتجيو تقولوا لي درنا دي ريشيرش ما لقيناش، وديما نقولها لازم تفرقوا بين البحث السطحي والبحث الحقيقي. البحث السطحي هو عباره عن اطلاع الى ماذا؟ واطلاع على المراسيم المتاحه في مصالح الارشيف. تروح تلقى لا ليست دي دوكري، تلقى دي دوكري طولت فيريفي نورمال. ولكن كما القوائم هذو كما اللي نعتها لكم اليوم، ماشي الناس تقدر توصلها، ماشي الناس كاع تقدر توصلها. لازم تكون فريمون اكسبير، ويكون عندك خبره وحنكه باش تقدر توصلوا وتطلع عليها. الور راكم شفتوا هذه القوائم، اذا كان حبيتوا تحوسوا على الدوكري ولا جوجمون ديالكم لازم تبحثوا في القوائم. سي امبورطون باسكو القوائم سان غيد لي ليست، سي دي غيد سو فورم دي بون. باسكو اذا كان لقيت الاسم في القائمه معناتها وكاين ليكزيست، يكون عندك لو كوراج وتكون تكمل البحث وتحوس على جوجمون ولا دوكري حتى توصل ليه. دونك اللي حاب يجي لعندنا هاهم لكم لي نيميرو تليفون.
كاين بجاية الجزائر العاصمة مكتبين، وليون تقدروا تواصلوا عبر الفايبر والواتساب. اللي حب يخدم وحده أحسن وأحسن، يتكل على ربي ويروح يخدم. اللي حب يكلف شخص آخر لا إشكال، فاش كوش بالمكتوب، ولكن على الأقل نصيحة مني كأخ، ابحث على المكاتب المؤهلة للبحوث، وليس المكاتب ولا الأشخاص اللي قلت نروحوا نحوسوا لك وما يديروا غير مطالعة سطحية، لأن البحث سنريا نافوار. المطالعة السطحية لأول مرة نقولها، المطالعة السطحية معناتها ينتقل نيابة عنك. في هذه الحالة لو بري ديالو ديباس با 200 أورو، يروح بيير فيت يروح يحوس لك واش كاين. 200 أورو بزاف عليه، بصح أنت راك تعطي له أكثر من حقه، أنت قيمته أكثر من حقه. صح يسي ديبلاسي نورمال، ودار لك البحث نيابة عنك باسكو أنت ما قدرتش تروح لفرنسا، ما قدرتش تجي، ما قدرتش دير لا روشيرش في بيير فيت، ما قدرتش دير، والوقت تاعك ماهوش كافي. هو راه باسكو كي تروح لبيير فيت دير لا روشيرش ما يطلبش 10 أيام، يطلب يومين، يطلب خطرة. نهار الأول تروح تحوس، لو كان دير لا جورني تقدر تلقاه ولا ما تلقاش، باسكو سي كلير واش كاين. هذا يطلب 80 أورو لا جورني الخدام هنا في فرنسا. يا سيدي نقلشوه، قلشوه باسكو عنده الترونسبور، عنده الفطور تاعو 12، تعطيلو 200 أورو با بليس با موان. مي إذا كان قدر يوصل للقوائم، إذا كان قدر يوصل للأسرار اللي راني نقدم فيهم ومازال فيهم بزاف، وقدر يجيب لك أدلة بلي يوصل هذه الأمور، من حقه يطلب حتى 3000 أورو 2000 أورو، باسكو علاه دار بحث معمق. البحث معمق شكون كيما نقولوا أبروفوندي، سي با فاسيل، سي با دوني أ تو لو موند. ولكن إذا كان كلفت واحد على الأقل يكون في المستوى. نقولكم يا حبيت يكلفنا مرحبا به، هم لكم لنميرو التليفون تقدروا تواصلوا معنا، واللي يحب يكلف شخص آخر يتكل على ربي، واللي يقدر يروح وحده يروح وحده. وما تنساوليش زر الإعجاب، ما تنساوليش الله يرضى عليكم جرس التنبيه، وما تنساوليش بارطاجيو لي لا فيديو، واللي راهم جديد يشاركوا في القناة مرحبا بكم، راكم رايحين تتعلموا أمور مازال ما سمعتوش بهم. وهذا وين قلنا بسم الله نبدو نكشفوا في الأسرار، وراني رايح نكشف الأسرار حقيقة. نقول خوتي شكرا للمتابعة والتحية طيبة، ونتلاقوا في ساعة الخير.